مرحبا، يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم مثلثات التمر والسمسم، وصفة كتير سهلة وبسيطة وبنفس الوقت كتير طيبة ومناسبة للأعياد ولكل الأوقات، وعن جد وصفة رهيبة وبنصحكم تجربوها. وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة بتلاقون كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة بنحتاج لنص كيلو طحين وبيعادل 3 أكواب ونص، ومنضيف على الطحين نص كوب سكر بودرة وملعقة صغيرة من محلب ويانسون وشمرة وحبة بركة ونص ملعقة صغيرة بيكنج باودر وربع ملعقة صغيرة ملح، ومنخلط كتير منيح وبعدين منضيف كوب سمنة بيعادل 200 جرام، وطبعا السمنة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، وربع كوب زيت بيعادل 50 ملي، ومنخلط بأطراف الأصابع ومنستمر بالخلط حتى يتشرب الطحين كل السمنة. وبعدين منضيف شوية مي، ومنضيف المي تدريجيا حسب الحاجة، ومنعجن بطريقة اللمو الردم من تحت لفوق. ودائما منضيف المي شوي شوي، ومنستمر بالعجن بطريقة اللمو الردم. وهيك أنا اكتفيت من الماء، احتجت تقريبا لنص كوب. لاحظوا قوام العجين لازم يكون طري وناعم وهش كتير. بعدين منجمع العجين ومنغطيه، ومنتركه يرتاح لمدة ساعة. وبهذا الوقت منحضر التمر، ومنحتاج لنص كيلو من التمر، ومنضيف على التمر ملعقة صغيرة قرفة وملعقة كبيرة ماء زهر وملعقة كبيرة زيت، ومنعجن حتى يصير التمر طري. وهيك صار تمام، لازم يصير طري بهذا الشكل. ومنحط التمر على طرف. وهلأ بعد ما ارتاح العجين بناخد قطعة من العجين ومنحط ورقة زبدة أو نايلون، ومنحط قطعة العجين ومنحط فوقها ورقة زبدة، ومنرق العجينة بسماكة 0.5 سنتي تقريبا. وبعدين منقطع الأطراف لنحصل على شكل مستطيل. ومنحط العجينة على طرف، ومناخد قطعة من التمر ومندرجها بشكل أسطواني. ومندرجها ليصير طولها بطول العجينة، ومندرج القطعة التانية كمان. وبعدين منحطها فوق العجين ومنلفها رول لفة واحدة بس. ومنقصها ومنسكر الطرف كتير منيح.
ومنحطها على طرف ومنشكل القطعة التانية ومنلفها لفة واحدة بس، ومنقص الباقي من العجين، وطبعا العجين الباقي بنرجع بنستخدمه ومنسكرها كتير منيح ومنشكل الكمية كلها بنفس الطريقة. وبعدين بندرج كل قطعة بهذا الشكل حتى نتأكد من إنها تسكرت كتير منيح، ومنحطها بالصينية. وعن جد طريقة تشكيلهم كتير سهلة وما بتعذب أبدا، أخذوا معي وقت تقريبا بالتشكيل نص ساعة وكانت الكمية كلها خالصة. وهلأ بنحتاج لميتين جرام من السمسم المحمص، ومنضيف على السمسم ملعقة مي وملعقة قطر أو شيرة، ومنخلط حتى نحس بأن السمسم بدأ يلزق بإيدنا. وطبعا فائدة المي والقطر بيساعدوا السمسم أن يلزق بالعجين. وبعدين بنفرد السمسم بهذا الشكل ومنحط قطعة العجين والتمر وبندرجها على السمسم حتى يلزق بالعجين بشكل كتير منيح. ومنحطها بالصينية ومنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وهيك الكمية صارت جاهزة عندي. وبعدين بنبدأ بالتقطيع ومنحط قطعة ونضغط عليها شوي لنحصل على شكل منبسط، وبعدين منقطع لمثلثات أو مربعات أو أصابع، هذا الشي بيرجع حسب رغبتكم. وبصراحة أنا حبيت شكل المثلثات أكتر شي، وهذا الشكل بيعطينا كمية كبيرة. وبنستمر بالتقطيع لتخلص كل الكمية. وبعدين بنحطهم بصينية الشوي، وطبعا الصينية ما في داعي تدهنوها أي شي ولا في داعي تحطوا ورقة زبدة. وهيك صاروا جاهزين للفرن. بنحطهم بالفرن المحمى مسبقا على الرف الأول من تحت على درجة حرارة 220 لمدة 10 دقائق، أو حتى يتحمروا من تحت. بعدين بنرفع الصينية للرف الفوق ومنشغل من فوق، منحمرهم شوي، بيعطوا وقت تقريبا 15 دقيقة، وطبعا ما بيصير يطولوا بالفرن كتير حتى ما ينشفوا. وهيك صاروا جاهزين والريحة بتشهي القلب. وبنتركهم بصوانيهم حتى يبردوا تماما. وهلأ بعد ما بردوا لاحظوا شكلهم، ولاحظوا كيف العجين ناعم وبيدوب بالتم، وبصراحة كتير كتير طيبين وطعمهم فوق الوصف، وبنصحكم جربوهم. وبعدين بنحطهم بطبق التقديم، وممكن تتفننوا بطريقة تقديمهم وطريقة حفظهم، نحفظهم بعلب محكمة الإغلاق وبيتقدموا. صحة وألف عافية. وكالعادة حبيت أتشكركم على تعليقاتكم الحلوة، واخترت التعليقات بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة، واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عم بيتابعني. وهلأ هيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، ولا تنسوا تبعتوا لي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام، راح أتركت حساب الانستجرام بصندوق الوصف، ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وبشوفكم فيديو جديد، يلا باي باي.